نعم، من جومع إن طاوعة، يعني إذا كانت مغتصبة لا شيء عليه وصومها صحيح، إذا اغتصبها سواء كان زوجها أو غير زوجها فإن صومها لا يفسد بالجماع. غير ناس وجاهل، إن طاوع غير ناس وجاهل معناها إذا كانت جاهلة أو ناسية فتعذر المرأة بهذا. يقول فليس على الناس إلا القضاء، الناس عليه القضاء فقط لكن ليس عليها الكفارة. نعم.